معانا تقرير مع الناشر الأستاذ حسين عثمان عن السير الذاتية. والحقيقة ان احنا لاحظنا ان في اقبال كبير جدا من الجمهور على النوع ده من الأدب والنوع ده من الكتب في الفترة الأخيرة. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع على طول نبتدي حلقتنا ونستقبل ضيفنا ونتكلم عن كتابنا، واللي النهاردة هيكون موضوعه بجد مختلف جدا. اتفضل. هو اولا الاختلاف في سوق النشر كدار نشر جديده ان هي تكون مختلفه عن الاخرين. من ناحيه تانية المذكرات والسير الذاتيه بتمثل قصص نجاح لشخصيات كبيره معروفه للناس ومرتبطه بيها فكريا ووجدانيا، وبالتالي بيكونوا حابين يعرفوا عنها اكتر من ناحيه الحياه الشخصيه، من ناحيه تطور الحياة المهنية، من ناحية الظروف اللي مروا بيها في حياتهم، في طفولتهم، في شبابهم، ازاي اصبحوا في المكانة الكبيرة اللي خلتنا كلنا معجبين بيهم ومرتبطين بيهم. برضو احنا كنا مهتمين بالمذكرات والسير الذاتية من ناحية التأسيس للهوية المصرية، ان احنا نقدم شخصيات يعني كثيرة العدد أنجزت حاجات كتير في حياتها تمثل في النهاية قدوة بالنسبة للأجيال الجديدة. فاحنا كنا مهتمين نستعرض معاهم تاريخ عدد كبير من الشخصيات، ودايما الشخصية في إصداراتنا بتكون مدخل للعصر بشكل عام. يعني إقبال الجمهور على الشخصيات أو على الإصدارات الحقيقة هو متنوع بتنوع اهتمامات الجمهور. يعني مثلا ممكن تلاقي أن المرأة بتتجه لمذكرات الإعلامية الكبيرة نهال كمال عن حياتها مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، أو لمذكرات دكتور فاطمة الحصي عن حياتها مع المفكر الكبير دكتور سعيد اللويندي، لأن احنا هنا بنقدم نموذج فيه قيمة الوفاء بشكل كبير جدا في استعراض الحياة الشخصية للمرأة هنا مع زوجها اللي هو كان من المشاهير. يعني